اه والله انتوما راه دابا عندكم غير الكسيبه صافي هنا في الدوار، الكسيبه والفلاحه الفلاحه قليله شويه قليله، قرات العادي وغير البوري، ما كاين كاع الساقيه، ما كاين غير الساقيه ديال الله، ديال الله سبحانه ديال وتعالى، ديال الله غير من السماء. حتى الماء راه حتى الماء هذا العام راه ما كانش عندنا، ناشفين البير ناشف كل شيء. الله يحفظك والله الا يلاه فاطر. ها انتم البروده اللي كاينه هنايا لدرجه انه التراب تكلاصه. شوف لي الدوار رائع صراحه، ما كرهتش كون كانت عندي الدرون كنت طلعتها لكم حداه، غيبان داكشي واعر بزاف، ولكن ما كتابتش. الطريق راه ما بقى ليا تقريبا، بقات ليا شي 35 كيلومتر بحال هكا ونوصل ان شاء الله باذن الله. كيف كتلاحظوا هنايا هذا راه زارعين الزرع، شو الاراضي راه عندهم قلال، هذا كامل زرع، شوف الاراضي هنا قلال قلال بزاف، كاين غير الجبل صافي. ثاني راه كاينه واحد الارض هنايا، اراضي قلال يعني عندهم فلاحه هنايا قليله بزاف. وهاد الدوار ما عرفتش السميه ديالو صراحه، السميه ديال هاد الدوار ما عرفتهاش. دوار رائع صراحه، وفيه هذوك الديور القدام باش عجبني انا، باقي الناس محافظين على داكشي ديالهم. كاينين هنايا ديور قديم بزاف، راه كاينه واحد القصبه هنايا كبيره وكتب لي هي اللي ريبه، اما الباقي باقين صحاح وباقين مرمين كيف الطبيعه سبحان الله. كيبان لك بحال ما كاينينش الديور، هما راه كاينين الديور وخايدين اللون ديال الجبل، يعني مصوبين غير بداك التراب ديال الجبل. داكشي رائع صراحه متناسق. نشدو الطريق ديالنا نكملوها لبوت فرده. الدوار الخوت، سولت واحد السيد قلت ليه شنو سميتو، قال لي اغرم نواسيفت، اغرم نواسيفت، سميه زوينه. قلت ليه علاش سموه هاد السميه، قال لي كانت سميتو غير اغرم، دوار اغرم، وزادوا ليه واسيفت، هو زعما دايز عليه الواد، يعني الدوار دايز عليه الواد. وانا نقول الله يعطيك الصحه الله يحفظك. اغرم نواسيفت، واش قلتها صحيحه ولا لا؟ الدوار الناس سبحان الله عندهم واحد الاسماء في شكال، كتلقى سميات صعاب في النطق مع السميه ديالهم بالشلحه، فهمتي الخوت؟ هاتش تبارك الله، هذه ديال الزيتون، هذه هنا عندهم الزيتون شويه، شو هذه فيرما ديال الزيتون، فيرما متواضعه وفيرما كنعتبرها ثاني احسن فيرما. علاش؟ حيت كتواجد هنا في هذه المنطقه، هذه كتواجد في الجبل، اي حاجه مزروعه في الجبل فهي احسن فيرما، لحقاش كيكون داك الشيء طبيعي خالي من المواد الحافظه. خليت الموتور ديالي ليها ها هو، وجيت هنايا للواد، هذا هو الواد اغرم نواسيفت، هذا هو نواسيفت، هو هذا. ما عرفت واش الموتور يدي ليا شي واحد، بغيت نقربكم المنظر، هانيه قربكم المنظر، اغرم نوا اي 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 اغرم نواسيفت. شو الواد راه ضارب حتى لهنا، شوه علم الله داك الدوار، هذا هو الواد، شوف تبارك الله قداش الطبيعه هنا، يا سلام. الدوار بقى اللور، يعني الواد جايب عليه الدوره. اغرم نواسيفت تبارك الله، انا الطبيعه خلابه خلابه سبحان الله. طيب هذه ديال شي تخييمه هنايا، ولكن باقى عندي الطريق تقريبا الخوت، ما بقاتش لي 35، اللي كنسولو كيزيد عليا 10 7 قالوا لي من هنايا باقى 50 كيلومتر، سولت واحد السيد قال لي راه باقى لك 50 كيلومتر، حتى الطريق راه ما كتقاداش يا ربي السلام، ولكن الحمد لله غادي وكنستمتع بالمناظر الخلابه ديال هذه المنطقه وكنوثقها لكم اخوتي. انتم التراجي اللي درت عمرني درت هذه التراجي هذه، ولكن سبحان الله تراجي صراحه زوينه زوينه، تستحق انك تدوز منها. وخا الطونوبيلات ما كيقدروش يزعموا عليها لحقاش الطريق فيها، الطريق فيها صراحه راه خطيره ديال بصح،
يعني فيها الانحدارات بزاف اخوتي، الانحدارات بزاف. يعني الا كانت عندك شي طوموبيل ولا شي حاجه تقدر الله يحفظ تزلق لك، والله الا تزلق لك مع داك الانحدار قسما بالله. شحال مره زلق بيا الموتور وما كنكونش كنصور وزلق بيا الموتور وكنعاود نتكيه. يعني كاينه واحد المعاناه في الطريق ولكن باش تستمتع. تبارك الله، هذا هو الواد ديال غرمت نواسيفت. واش قلتها صحيحه ولا لا؟ خلوا لي الراي ديالكم اخوتي، لود المنطقه يخلي لنا الراي ديالو. دابا نتحركوا الموتوري. موتوري في امان الله. كاينه هنايا قنطره شو هاكم، ما كانتش هاد القنطره هادي راه ما غنديش ندوزو حنايا، يعني غيكون الواد شو. كانت قنطره هنا قديمه غتكون ورابت ريبها الواد وداروا قنطره اخرى جديده شو. تبارك الله، هاد التراجي صراحه زوينه، هادي هاد التراجي خطيره، تكون هذه كانت قنطره قديمه ورابت. ها هي المراه كيجري من هنايا وغادي. فينا بطل بخير. كانت قنطره هذه. واش كاينه شي قنطره كتشد بهاد السلوكه؟ كانت قنطره هذه ورابت شو. الواد راه غادي، والواد الواد كيبان ليا كان حامل، يعني كان عامر هاد البلاصه كامله بالواد كيف كتلاحظوا. راه شو الحديد جابوا الواد شو. نكملوا الطريق ديالنا دابا، لحقاش باقى لنا 50 كيلومتر، غنزيد واحد شويه ثاني وزيدوا لي 10. الدبابه غير سمحي لي وصافي. المهم غندير ليسانس هنايا عند هاد السيد، هذا راه عنده ليسانس وبقات لي تقريبا واحد جوج شرطات، لكن جوج شرطات ما دايرين والو. نديرو ليسانس هنايا ونتحركو بسم الله. ايطر شحال داير ديال ليسانس؟ 380. 380 ليسانس هنا، ولكن راه باش تلقى ليسانس هنا راه خاصك تكون ناضي. اي واحد نفقه. ايطر واحد ليطرو. الله الا عندي الزر ايطر واحد اللي بقى هو ديالي. ما كاين اللي يجيبنا راه ها تقول شي واحد جيب لي ليسانس يقول لك لا، يقول لك لا. ياك. هو ليسانس لقيناه. واش هذا السايك ولا شنو؟ سيك. شو ليسانس جاني في شكاين هذا ليسانس؟ ليسانس سيك هذاك. ياك دير الدواز. لا لي جيتي ها؟ جيت من كازا دور البنو. دور البنو حاجه مزيانه مثلا بها الشيء تخربيق. ياك وكيبان لي في شكل عندكم هاد ليسونس. والله الا في شكل الصباح والقرع هاك. لا نجي ندير لك اتا يما. الله يحفظك، الله يكبر فيك. من كازا تلعب. الله يحفظك. نجي نعمل لك. الله يحفظك، والله الا يلاه فاطر. الله يرحم لك الوالدين. الله يحفظك، بحال شربتو. الله يحفظك. لا بغيناك تشربو. الله يحفظك. وفين غادي بالسلامة؟ غادي سميتو البوت فردة. شحال باقا؟ ايوا شوية. شي 40 كيلومتر ولا هكا. شحال؟ تقريبا 60 ولا 50. 60 ولا 50؟ 50 بحال هكا. ياك الله يرحم الوالدين. لا حفظ. واحد الساقيه هنايا في هذه البلاصه الرائعه، ودائما لا طير يطير ولا بشر يسير. بقات لي اي ثقب لي، بقات لها والو. اي ثقب لي واش هي هذه اللي قلت صحيحه ولا لا؟ الله يسميات هنا في شكال. علاش علاش فيا العطش؟ علاش ناري على بلان ساقيت ايوب؟ وايوب طلق لينا الماء الله حفظك، وجعلنا من الماء كل شيء حي. واسي ايوب ساقيت ايوب الماء والو اخوالي، وطلق الماء وايوب.
الما والو الخوت الله ما كاين الما. جاي واحد السيد هاد الساقية ما فيهاش الما كاع. يكون مرة مرة ياك مرة مرة كيكون ايوب داير معانا الخوشونة ما كيطلقش لنا الما. هذا البير فيه غير ياك هذا بير. السلام عليكم بخير صحيحة. شاش سميت هاد البلاصة هادي؟ هادي كيقولوا ليها تقلفت. تقلفت واي ثقب لي شحال بقات لها؟ اي ثقب ليه بعيدة ياك غتفوت داك الجبل ليه هيه. داك الجبل ليه هيه غتفوته نفوتو فوت داك الجبل ليه هيه غتفوتو. وسميتها بوتفردة وتفردا ثاني بعيد على قد بعيد على اي ثقب لي قال فتغات تلقاها غير هنا ياك 4 كيلومتر. سير الله يرحم الوالدين. صافي راه كاين تما الما ياك؟ كاين كاين الموجود تما. صافي ايوب ما دارش معنا هاد ساقيه ايوب. شكون هذا ايوب؟ هذا هو اللي صاوب البير. شي محسن بحال هكا راه اخوتي. راه صراحه مبادره زوينه انك تجي تلقى بير في هاد البلاصه وخا ما كاينش الماء. قال لك قليل ياك الماء هنا؟ لا ماشي ماشي قليل. غير البومبا خدامه بالطاقه فهمت بالطاقه الشمسيه. دابا بعد القضيه بارده يعني ما دايرش الضوء. صار بقى داري 12 هكاك باش عادي يدور الماء. نسدو الروبينيات على حساب لا دار الماء ويقدر يطلق ولا شي حاجه. صح ديك الساعه نكمل الطريق. الله يرحم لك الوالدين. الله يحفظك. الله يحفظك خويا. المهم الخوت والسيد راه صدق كيعرفنا وكيتفرج فينا. هذا راه من المتتبعين اخوتي. الدوار عندكم قلتي لي تاقلفت. تاقلفت ها هو من تاقلفت اخوتي كيتفرج فينا. تحياتي. الله يبارك. الله يحفظك. راه البليده عندكم زوينه. ها هي عندكم البرد كاين البرد كاين البرد. باش معروفه تاقلفت؟ بالفلاحه. الفلاحه شنو عندكم مثلا في الفلاحه؟ الزرع والقمح. والقمح هادشي اللي كاين صافي. الزيتون ما كاينش؟ لا لا قليل قليل الزيتون هنا. تلقى هاد الزيتون غير حدا الواد غير حدا الواد صافي. البلاصه اللي فيها الماء كاينهم فيها الزيت. سير الله يرحم لك الوالدين. وهادشي باش معروفه تاقلفت. ورا الناس راه كرماء صراحه. راه تلاقيت مع واحد السيد ليا وقال لي انت طلع تشرب اتاي. قلت لي قال لي من جاي؟ قلت لي راه من كازا. ويقول لي يلا تشرب اتاي. والله يخلف عليكم. سيروا الله يعاونكم. مرحبا. الناس ديال الجبر الله يعمرها دار. مره اخرى الا جيتي راه الله يحفظك. الله يحفظك. الله يكبر بك. وعلال قول لهم وعلال راه هو. الله يحفظك. الله يكبر بك. سير الله يحفظك. الله يعاونك. الله يحفظك. الناس الله يعمرها دار اخوتي هنا صراحه. الناس الجبل دراويش. علاش كنرتاح انا ملي كنجي للجبل؟ والله الا كنرتاح. هاد اللعيبه اللي غنوريكم دابا الخوت كتواجد غير في المغرب. راه شي حاجه اللي ناضيه. ياك انا فيا العطش لهيها وجيت لقيت سميتها العوينه ساده. ماشي ساده يعني ما كاينش الضوء باش يطلع الماء. وهي كانت واجده دابا عندنا هذا السيد هذا الله يعمرها دار. داير واحد السيتيرنا هنايا وداير عليها الظل وحاط لك الكاس هنا الغرفه فاش تشرب. يا ربي لقاو الماء. يا ربي ما تحشمناش. يا اوو كاين الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي حي. الله اكبر. هاهي الله يرحم لي الوالدين. هذه هي الصدقه الجاريه واخوتي. راه شوف في هذه الدنيا لما كنتي كتصدق ولا ما كنتي كديرش بحال هاد بحال هاد اللعيبات هادو يعني تحط الماء قدام الدار وهذا الشيء. راه شو انا منين وغادي نشرب الماء هنايا وغنرحم ليه والديه. الله يرحم ليك الوالدين. بسم الله. يا سلام. الله مبادرة زوينة صراحة هذه. شوف الله يعطيه الصحة. هذه فيرمة ديال الزيتون. شوف تقريبا فيرمة ديال الزيتون ومدوز لها هذه البلاصة. هذه بنادم يشرب اللي داز يشرب. السلام عليكم. بخير صحيحة كلشي مزيان؟ تعمر الماء هذا دايرة مول الفيرما؟ لا واحد. شكون؟ لا ثاني السيد هذا. ياك؟ ايه. هذا البير الما ديال البير. الما ديال البير. انت ياك. الله يرحم الوالدين. انا رقي اخوتي بقات لها 51 كيلومتر. وهنايا اي ثقب لي بقات لها 21 كيلومتر. القصيبه بقات لها 58 كيلومتر.
ما عرفتش واش نسد الطريق ولا هاد الطريق هادي واش انرجي ولا هادي. كيبان لي غنشد هادي، غنشد الطريق ديال ايتو قبلي. هاهي نايتو قبلي، نايتو قبلي، غنشد هادي. يدي يا خوت جمدوا عليا وباقي ما وصلتش. المهم الخوت تقريبا راه قلبت الطريق، شديت الطريق ديال انرجي. انرجي هي الطريق الصحيحه. راه سولت واحد السيد تمايا وقال لي خصك تشد طريق انرجي. الا شديتي طريق ديال القصيبه يعني كاين الطريق بزاف، كاين الطريق اللهم هذه قريبه ديال انرجي، غتلوحني ديريكت لبوت فرده ان شاء الله باذن الله. يا رب نكون غادي في المسار الصحيح. لحقاش عيت بالسوقان. وشوفوا الطريق اللي ضربت اخوتي، شوف الطريق كامله راه دايره بحال العقرب. هذا الشيء علاش قلت لكم الدرون كتصلح هنايا باش تشوفوا الطريق كيفاش دايره. دابا في الكاميرا راه كاع ما كتبان لكم الطريق، ولكن راه ملي تجي تسوق فيها راه طريق خطير، خطيره ديال بصح اخوتي. والطريق راه باقا طويله. وهذيك هذيك كتبها، كتبها في كومونتير. قليل 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 اللي يشد معاك. طبيعه هنا واعره واعره بزاف، وكاينين المخاطر ديال الطريق هذه. راه الله يحضر السلامه وصافي. شوف شعلة منحدر كيدير، شوف هذا هو العمق ديال المغرب هنايا. انت من الصباح وانا جاي في الطريق والو طوموبيل، ما حتى شي واحد ما كيدوز من الطريق هذا. ها انت شوف الطريق كيدايره، دايره بحال العقرب، بحال الشكل ديال الحنش. قلت لكم العقرب الطريق دايره بحال الشكل ديال الحنش. ها واكو كانت الدرون، يا سلام تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انظر الى عظمة الخالق. شو لي الديكور كيدير، هانتوما ناري ناري على المنحدر كيدير. شو الطريق راه دايره بحال العقرب. الله يحضر السلامة وصافي. انا حاليا دابا كنتواجد في تيفرت نيت حمزة، تيفرت نيت حمزة. شوف لي الديكور كي داير تبارك الله ما شاء الله. غادي نريح حنا نتغدى اخوتي، غادي نشوف شي بلاصة هنا كيتغداو فيها ونتغدى هنايا. وديك الساعه نكمل الطريق ديالي لبوتشفرده، بقات ليها من هنايا 25 كيلومتر اللي بقات ليها. الطبيعه هنا يا سلام، الجبال تبارك الله ما شاء الله. وهذه هي تيفرت نيت حمزه، ايت حمزه السميات هنا علام، كيتغلطوا لي السميات. وهذا الخوت هذا اللي كتشوفوه هنا، هذا هو الحمام ديال الاطلس. راه كتكون واحد الشبكه وكيشدوا كيدوروا على الميكا وكيعاودوا يدوروا ثاني على الميكا وكيسخنوها من الداخل، راه كتكون واعره. هذا هو الحمام ديالهم، حمام رائع صراحه. هادي شتي الديكور كيدير تبارك الله ما شاء الله. واحد العيالات كيطيبوا الخبز هنايا. دابا غنشوف شي بلاصه نتغدى فيها وديك الساعه نكمل الطريق ديالي. وصلت لواحد الدوار هنايا وما عندهم تقريبا غير الطاقه الشمسيه هي اللي عندهم. هادو كاملين الرحاله هادو وسخين. شوف الدوار كي دايرين، كلشي هادشي رحاله. شارين الطاقة الشمسية هي باش كيضويو. ديال كي دايرين زوين صراحة. السلام عليكم، بخير اكي داير. هاهما تلاقينا مع هاد الرجال هادو كيسكنو في هاد الدور السمية ديالو. دوار يضيس
شناهي؟ دوار رضيس متباع على الجامعة بوتفردة. ياك. شحال بقات لبوتفردة؟ باقي لي شي 12 كيلومتر من هنا. 12 كيلومتر؟ شي 12 كيلومتر. كاين البرد هنا عندكم بزاف. كاين البرد النيت. كاين البرد بزاف. كاين البرد وين الله يجيب الشتاء. الله يجيب الشتاء. امين يا ربي. الله يرحمنا. امين يا ربي. تسجل دابا. الله يرحمنا يا ربي. ويعفو علينا. امين. وينصر سيدنا. امين. والحكومة ديالنا. امين. وهاد الدوار هذا راه خاص شوية ديال الدعم ديال الكسيبة. ياك. انتوما دابا عندكم غير الكسيبة صافي هنا في الدوار. الكسيبة والفلاحة. الفلاحة قليلة شوية. قليلة. غير البورية ماشي البوري. غير البوري. كتحرتو غير بالمحرات العادي. غير البوري ما كاين كاع الساقية، ما كاين غير الساقية ديال الله. ديال الله سبحانه وتعالى. غير من السماء. يا الله يجيبو. يا ربي تلطف بينا وتصب علينا الشا. وتنطلب الحكومة ديالنا تعاون الكسيبة والفلاحين في الدعم. يا خاصو الدعم. خاصو ديال الكسيبة. الناس دير الجبل بعدا راه مكرفسين. مكرفسين النيت كاع على الجبال صراحه. المنطقه ديال الجبال ديال المنطقه بني ملال، المنطقه ازيلال، المنطقه خنيفره. أيه. ويميل الشيل. أيه. المهم راه كلشي المنطقه ديال الجبال راه كلشي مكرفس. كلشي مكرفس. وناس الله يعمرها دار دراوش. ودراوش. الناس دراوش صراحه. دراوش. وتنطلب الحكومه ديالنا تعاوننا. تالما هاد العام راه ما كانش عندنا ناشفين البير، ناشفين كلشي. دابا السيتيرنا اللي تنطلب الجماعه ديالنا والعمله ديالنا تنطلب تعاوننا في السيتيرنا باش نشربوا، راه كاين العطش بزاف. ياك. وكاين العطش. انتم تشوفوا اخوان حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو باش اللي شافوا هذه العمله ديال البوت فرده يحاولوا يتعاونوا مع الناس، مع الفلاحه. راه هادو راه هما الفلاحه المكافحين ديال كاينه تجولينا، كاين تجولينا الرؤوس ديال الغنم باش كان في العيد الكبير كل واحد كيعيد. راه ماشي جات ساهله، راه شوفوا الروعه تبارك الله راه كيضربوا تماره باش ينتجوا لنا اللحوم في المغرب اخوتي. لذلك حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو باش يشوفوه الناس وصافي. وتنطلب الحكومه ديالنا والجماعه ديالنا والسلطه ديالنا الله يعاونهم. آمين. ويصوبوا هاد المدرسات ويجيبوا شي لابيرانس. المدرسة عندكم. ويديروا ليه الصور. ياك. ويتهلاو في الدراري اللي تقراو. هذاك الشيء اللي الله يعاونهم. امين. انت كتقرا؟ فاش؟ الخامس. الخامس؟ تبارك الله عليك. المدرسة عندكم شوية ناقصة. الناس. ناقصة. دابا من الفوق راه غير درنا غير الميكا، راه تتقطر على الدراري. ياك. وتتقطر على الدراري. درنا لهم غير الميكا. وبقات بلا الصور. الجامعة ديالنا والتعليم ديالنا تتنا الله في هذه المدرسة دير ليه الصور ودير ليه الشراجم. راه مهرسين الشراجم ومهرسين البيبان. وتنطلب ليهم يعاوننا شوية يخدموا شوية. الله ينصر سيدنا. الله ينصر سيدنا. الله ينصر سيدنا. ونطلب ليهم يا سيدي على هذا المال اللي قلنا وعلى شي لابيلانس تفقع عندنا هنايا. ما عندكمش بالنسبه للمراه اللي بغات تولد فين كتولد؟ غير تنهزها بشي ربعه ولا خمسه الا بغات تولد ولا محبوس شي واحد بالماء. غير تنهزهم حتى لبوت فرده. الا ما كانش فرده حتى لبوت فرده باش تديها لابيلانس من تما. أيه؟ لبني ملال. واو. المشكل دابا حيت لابيلانس كانت الجامعه ديال بوت فرده فيها لابيلانس واحد. لابيلانس وحده وفيها تقريبا واحد 20 دوار. يعني يعيطوا لي من واحد الدوار. يعيطوا لي بدوار ودوار هنا. لا وتلقى واحد الاحد لحاله خطيره هنايا. كاينه داك الشيء اللي كاين. وما يكون كاين غير الدوار راه كفات لي هذيك. اييه ولكن كاينين 20 دوار. عيط لي من هنا غادي تلقاها. عيط لي شي واحد. عيط لي شي واحد اخر من الدوار الاخر. هذاك غادي يبقى يموت. بيناتهم 60 كيلومتر 50 كيلومتر. كاينه الطريق. وبالنسبه لعاوتاني اللي بغات ديها لبني ملال تقريبا راه 100 والصرف. راه كاينه 100 والصرف بني ملال. وهذا الشيء اللي كاين دابا تنطلب الحكومه ديالنا ترد البال عندنا على الجبال المناطق ديال زلال والمناطق ديال بني ملال والمناطق ديال خنيفره ايميل شيلتين يارفتيز كواتاسنت اريران تيغاز بوت فرده الشركت ايضيس. راه هادو كلشي مكرفسين. مكرفسين هنا صراحه. كلشي مكرفس. تغياني صغي راه كلشي مكرفس. ونتمناو يكون خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله والله يسر سيدنا. تنسمع سيدنا ديالنا تيقول تنهلاو في موالين السكان ديال الجبال. عطيو لهم الطرقان وعطي لهم الماء وعطي لهم الدعم.
راه تنسمعوا في التلفازه تيقول هذا الشيء. اييه ولكن الواقع الواقع مازال ما المهم الله ينصر سيدنا. نتمنوا يكونوا خير وصافي. يكون الخير ان شاء الله. يا ربي امين. نتمنوا يكون خير وصافي. الله يحفظكم. شكرا بزاف. شكرا بزاف. الله يعاونكم. السلام عليكم. الله يحفظك. السلام عليكم. الله يحفظك. الله يعاونك. اللهم امين. الله يحفظكم. الله يجبد التيسير. الله يحفظك. من هنا. ياك من هنا من الطريق. عام من تشبوي وانا. تغفاجه. أغباله. إيه. أغباله. أغباله. هاي بنت أمي داش. ياك الله يرحم الوالدين. اه بوت فردة. بوت فردة. اه ها الطريق. الله يرحم الوالدين. ها الدوار سميتو. هذا انت ارض 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 دور. ها الدوار الدوار سميتو. اه جاف. اغلاف. اه جاف. اغلاف هذا خوتي الدوار اغلاف. ودابا غادي نشد هاد الطريق هادي. اسير الله يرحم الوالدين. الله يحفظك. الدوار زوين هاد. هنا كاينين الرحالة هنا اخوتي. هذا اللي تلاقيت معاه رحال عند المعيزات. شو الكلب ديال الاطلس كيدير. اش اش بوبيز بوبيز. شكون اللي ربط الكلاب وخلى لك تعوم وتوحد. رائع هذا هادشي هاد الخيم ديال الرحالة. شوف الديور هنا تقليديين. وراه هو خوتي هذاك راه الحمام. شتي الحمام. الحمام هو هذا كيكون داير بحال الشكل ديال القبة. الثلج يلقاو ما يديروش. هذا الجامع مرمم. هذا باقي جديد هذا الجامع. هذا تقريبا يلا الاصلاحات ديالو. هذا الدور سميتو تاكلفت. تاكلفت وقيلا. السلام عليكم. الدور سميتو ها؟ اه اغلاف. الله يحفظك. اغلاف الدوار ديال اغلاف. انا دابا الله يرحم الوالدين. اغلاف ديالها. هانتوما البرودة اللي كاينة هنايا لدرجة انه التراب تكلاصة. هاد راه كلاصون اخوتي. شوف ها تكلاصة غيولي جليد. هذا شي الارض كتزلق كنت غادي نطيح هنايا. ها شوف والله الا شوف ما يمكنش والله الا كيتزلق هادشي. يا ربي السلامة. والله الا كيزلق. يلا والله الا الثلج هنايا. شوف انا فين دابا. قلت لكم انا دابا حاليا مضر في الخريطه. مضر ما كاينش. واو الله الا كنت تجيب الربحه. نتحرك اخوتي نحيد من هنايا قبل ما نولي مهرس. ولا تهرستي هنا راه المصير ديالك الموت. المصير ديالك والموت.
وبقى الطريق طويلة وقليل اللي شدة معاك، باقي كاع ما وصلت لبوت فردة، ما عرفت فين غادي نبات هاد الليلة هادي، غير الله يحضر السلامة وصافي. والبرودة اللي كاينة هنا راه ما يمكنش، هادشي كامل راه كيبان لكم راه جليد، هادشي الأرض مقلاصية. هذا هو الدوار ديال بوت فردة، هو هذا الطريق راه خايبة، الطريق صعيب بزاف.